على ملعب المدينة الرياضية قاد المهاجم مصطفى شاهين فريق شباب الساحل لتحقيق فوز صعب على طرابلس بهدف دون رد. طرابلس كان البادئ بالهجوم عبر مهاجمه السوري عبد الرحمن عكاري يلي أصاب قائم الحارس عباس شيط. رد الساحل كان سريع عن طريق رأسية أحمد أيوب وانتهت بين أحضان عبدو طافح. التكافؤ بالفرص بين الطرفين استمر، وهالمرة كان دور لاعب الفريق الشمالي محمد رضا يلي سدد الكرة سهلة بين يدي الحارس، وكالعادة الساحل برد عن طريق المتألق مصطفى شاهين ليطير عبدو طافح ويبعد له رأسيته. أجمل فرص المباراة كانت ساحلية بإمضاء موسى زيات يلي أطلق تسديدة صاروخية أبعدها طافح وارتطمت بالعارضة. بالشوط الثاني حاول الضيف يخطف هدف التقدم مع تحركات محمد رضا من الجهة اليمنى ومساندة عبد الرحمن عكاري، إلا أنه الثنائي فشل بالتسجيل. شباب الساحل ومن أول فرصة لإله بالشوط الثاني نجح عبر مصطفى شاهين بخطف نقاط المباراة بطريقة رائعة، وبالتالي أنهى الساحل امتحانه الأخير قبل مواجهته للنجمة بالمرحلة المقبلة. بالمقابل، هل رح ينجح طرابلس بالعودة للسكة الصحيحة من بوابة الشباب الغزية